أكدت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أنها ستقاضي كل طرف يسيء لها أو لأي من مسؤوليها بغير وجه حق، وستتخذ كل الإجراءات القانونية. وقالت الجامعة في بيان لها إنها تتابع باهتمام بالغ كل ما ينشر حولها في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، مبينة أنها تدرس بعناية من قبل الجهات المعنية، وأنها ستتخذ فيها الإجراءات المناسبة لضبط الأداء ومتابعته ومعالجة أي قصور وفقا لما يمليه النظام ومصلحة الوطن والجامعة.